احنا قلنا ان الحديث لو مشي من ه لدال لجيم لبه لالف سليم والف ده رفعه، يعني قال قال رسول الله، هنا الرسول اهو، يبقى اسمه حديث مرفوع، حديث صحيح مرفوع. خلي بالك من كلمه صحيح، لان هو ده مشي زي الفل زي ما بيقولوا كده. تمام، نرجع بقى في احوال تانية. الحديث المرفوع ده بالمناسبه عشان بس هيفرق معانا، على فكره ما بقولكوش فاهم الحديث، هقوله كله بس اللي بركز عليه بيكون ليه فايده في اللي جاي. له أربع أنواع: قول أو فعل أو تقرير أو وصف. معلش اعذروني، أنا عارف العملية يعني قلبت محاضرة. يبقى حديث قول، وبعدين فعل، وبعدين تقرير، وحاجة اسمها وصف. قول يعني الرسول قال، فعل إنه فعل قدام الصحابي ده والنقل كله سليم، حتى الصلاة نقلت هكذا: صلوا كما رأيتموني أصلي. عشان البهوات اللي بيقعدوا يتكلموا ان من اللي بيتكلم على تصحيح الاحاديث هيضيع الصلاة والصوم، برضو ده اتقوا الله، ده استهزاء بعقول المسلمين، لان الصلاة سنة فعلية. يعني لم يحكى حديث واحد في الاسلام بيقول اربعة اربعة ثلاثة اربعة والفجر اثنين، محدش قال كده خالص، ولا الرسول عنده، لكن هو قال ايه؟ كما رأيتموني أصلي. فاجتمع الاف الصحابة انهم شافوا العدد ده بالهيئة دي بالطريقة دي. فاللي بيتكلم عن السنة القولية في تنقيحها ولا قرب ناحية السنة الفعلية ولا أصلا قرب ناحية العبادات، بس هو التشنيع المستمر من أول حلقات الأولى لما قلت لكم بيقولوا إن القرآن الجمع زي السنة، فاللي يتكلم عن السنة يبقى بيعمل كذا، ده تدليس على الناس. نكمل. خلاص ده اسمه حديث مرفوع، قول اللي هو قال رسول الله أو فعل أو تقرير. تقرير يعني إيه ببساطة عشان تبقوا فاهمين؟ إنه سكت عن شيء، حاجة حصلت قدامه وسكت عنها الرسول، قررها يعني أقرها، طالما انه ما عدلهاش تبقى حلال، تبقى كويسه حتى لو فيها شيء. وطبعا الوصف هي وصف الصحابه للرسول، صحابي شافه فبيقول والله من اول شكله لاي حاجه بقى حصلت لافعاله بتاع يوصف نصدق. تمام، ده المرفوع. ولو مشي كده هو ودول كلهم ناس سلام اللي هنا بيسموهم العدل الضابط، كانت تبقى الدنيا جميله قوي ومفيش حد هيتكلم. طيب هما بقى اللي خلي بالكوا، ده تقسيمات علم الحديث، ده انا لسه ما صلحت يعني في الاخر اقول لكم الاصلاح ازاي. والحمد لله ان علم المصطلح ده اتوجد، ده من غيره وشهادتهم على بعض كنا نضيع. خلي بالكوا هما عونوا جدا بالسند هنا اهو، لان انا قلت لكم امبارح ايه في الشرح او اول، ان فركه السند تعاظمت جدا، ما تقدرش ترفض الناس الصادقه الجميله دي، فيجيب لك نص مستحيل يقبل فانت ما تتكلمش، لان البخاري قبله. أنا مؤمن البخاري نيته صافية وبيقبله، بس هذا لا، ما ينفعش نمشيه على أمة كاملة ولا نضر الإسلام كله عشان خاطر رأى البخاري رأيا. احنا قلنا قد إيه بشرية البخاري، لأن هو جه في القرن الثالث يعني.